ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج الجوزاء الاحد 3 اكتوبر تشرين الاول 2021. إذا كان هناك توتر مستمر في علاقتك مع شخص ما، فقد ترغب في إيجاد مخرج اليوم. استمع إلى الجزء الآخر من القصة ولا تكن خاضعا جدا للسماح للآخرين بالسيطرة عليك، لكن في نفس الوقت لا تكن صريحا، فقد تجد عميلا مهما في مكتبك. كن رشيقا واستباقيا. عاطفيا، يغذي المريخ رغبتك الرومانسية بروح قتالية ومستوى أعلى من الثقة. يمكنك أن تخطو خطوات كبيرة إما مع شريك حياتك أو تجاه شريك حياتك. أصبحت الرومانسية في علاقاتك بنفس أهمية السكر في الشاي. أنت في أفضل حالاتك الرومانسية. استمع للموسيقى في الهواء، كل شيء مشرق وملون، الوقت مناسب. مهنيا، قد تتسامح اليوم كثيرا مع كل من أساء إليك، سواء كان زملائك الذين يحاولون إيذائك بدافع الغيرة أو رؤسائك القصاء الذين لم يسمعوا لك مطلقا وعرقلوا تقدمك دائما. قد تصل أموالك إلى القمة، ولكن قد تضطر إلى تحمل القليل من المخاطر لتحقيق المكاسب. صحيا، ستكون على ما يرام بغض النظر عن المقدار الذي يتوقع منك أن تقوم به، ومع ذلك فإن المزاج الجيد يمكن أن يعزز قدرتك على التدخل بشكل جيد للغاية ويمنحك إحساسا متجددا بالحيوية. ومع ذلك قد تصاب بنزلة برد أو عدوى مشابهة لن تستمر لفترة طويلة، لكنها ستكون مدعاة للقلق. فقد كن على علم بما تلمسه أو اغسل يديك بقدر ما تستطيع. توقعات برج الجوزاء للرجل: روحك المعنوية في أوجهها اليوم وطاقتك كذلك، وأنت بحاجة للاحتفال مع أصدقائك والاجتماع بهم وقضاء وقت ممتع يساعدك على الحفاظ على هذه الروح. الراحة النفسية تجعل يومك مختلف 180 درجة. ربما هذه المعلومة تجعلك تعيد النظر في طريقة التعامل مع الكثير من الأمور في حياتك. عليك أن لا تدع أي هموم تسيطر على يومك، ولا تدع نفسك تقع فريسة للاكتئاب أو القلق على الإطلاق. توقعات برج الجوزاء للمرأة: حياتك مع الأصدقاء تكون بالنسبة إليك مصدر سعادة وفرح، كما أنها تعيد إليك ثقتك وتقديرك لنفسك، فلا تتخلي عنهم. تشعرين بظمأ كبير للتغيير، لكن الوقت لم يحن بعد لذلك. فقد كوني صبورة. صحيا، عليك المحافظة على توازن بين الاسترخاء والنشاط كي لا تقومي بأي مجهود قد يضر بصحتك. توقعات العلامة الأولى مواليد 21 مايو إلى 31 مايو: في المجمل أنت تمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء في أعمالك بذهن صافي وصحة جيدة. في نفس الوقت سوف تستمتع بيوم حيوي، لكن يجب التفكير في أن الأشياء لن تظل هكذا سهلة بلا نهاية. يجب أن تعمل على تأمين نجاحك الآن حتى تقوي موقفك في المستقبل. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 يونيو إلى 11 يونيو: إذا وجدت شكوك أو ظنون غير مؤكدة في حياتك، فهذا هو الوقت المناسب أن تطمئن نفسك وتتخلص منها، مما يوفر لك بنية وإطار عمل أكثر استقرارا. في الغالب لن تتصادم بالكثير من العوائق في الوقت الحالي، وسوف يظهر الآخرون احترامهم وتقديرهم لآرائك. نتيجة، الأمور التي سوف تحسمها في هذه المرحلة ستساعدك فيما بعد عندما لا يكون مجرى الأمور مناسب لك. مع ذلك قد تكون بحاجة إلى تأكيد ذاتك، لكن من الأفضل القيام بذلك باعتدال. توقعات العلامة الثالثة مواليد 12 يونيو إلى 20 يونيو: تتمتع حاليا بلياقة بدنية جيدة جدا وإمكانيات ذهنية حادة، ويبدو أن كل شيء تشرع في القيام به سيكون لصالحك ولا شيء يقف أمامك. قم باستغلال وتوظيف هذه الطاقة في البدء بالعمل في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به، فهذا هو الوقت الأمثل. اعتني بكل شيء ضروري لإنجاح مشروعك والأهداف التي تحارب من أجلها. يجب عليك التركيز فيما تحاول تحقيقه.